والانتماء لكل ما من شأنه تحفيز كل الطاقات باتجاه تنمية الشعور الوطني لدى أبناء مجتمعنا الطيب عبر نشاط دؤوب رغم كل مشاكل الحياة وعبائها. هذه السمة لا يمتلكها إلا صاحب فكر منتمي وقصد صادق في توجيه البوصلة من أجل مصلحة الوطن. حينما يكون الحديث بهذه المعاني يلمع بذهنك فورا شخصية وطنية زرقاوية تمتلك مكونات مخلصة للوطن وقضاياه، حتى أصبحت هذه الشخصية مصدر إلهام لفعاليات الزرقاء المختلفة. إنه الأستاذ وليد المزرعاوي، الباحث والكاتب والخبير الاقتصادي، في كلمة الصديق الوفي لكل إنجاز بريشته الحريرية ولونه المميز، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، على يميني راية خفاقة، أدعو الله وأدعو معي أن تبقى خفاقة في سماء الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل أن نلتقي في أمسية تلامس إحساسنا قبل عقولنا، في أمسية تحلق بنا في عالم فني جميل يرسمه لنا أبناؤنا في محافظة الزرقاء، ممن وهبهم الله موهبة خاصة جعلتهم يرسمون الأمل والتفاؤل في سماء المدينة، ترفدنا بالرجال الرجال وترفد الوطن بالكفاءات المختلفة. الأحمر في الدول المجاورة هو لون الدم الذي أصبح رخيصا، أما في وطننا الذي هو في حجم بعض الورد فهو لون للورد بعينه، هو لون العاشق لمعشوقته، هو لون ورائحة الورد الذي نقدمه لوطننا الحبيب الأردن. سنرسم بسواعدكم لأردننا الحبيب الكثير من لوحات الحب والوفاء، وسنجعله جميلا يسر الناظرين. كل التقدير لكل من مد يد العون لهذه السواعد، وعلى رأسهم هذا الصرح الكبير والذي هو منبراً للثقافة والعلم، مركز الملك عبدالله الثقافي. شكراً جلالة الملك، أيها الملك الجميل، عهداً سنمضي بك ومعك من أجل مستقبل زاهر لوطننا الأردن، ولن تكون مدينة الزرقاء إلا محلاً لثقتكم دائمة الولاء وأردنية الانتماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لصاحب الكلمة.